فقط هذا الموضوع الموضوع اللي أثار, اثار الموضوع اللي اثار حفيظه بعض قاده الإطار لا. هو الصعود غير الطبيعي لشخصيه محمد الشاع السوداني داخل البلد وداخل العمليه السياسيه والمحيط الاقليمي والدولي بدات شخصيه محمد تصعد بشكل سريع جدا فهذا اثار قلق الاخرين لا. لا. بكل تاكيد البعض يتحدث ان هنالك تقصد نجاح تقصد نجاح السوداني طبعاً. طبعا السيد السوداني نعم. في كثير نعم. من الملفات اعتقد ما نختلف عليه هذا الموضوع ما حد يختلف نعم. عليه اثار للشارع... حفيظه الاطار اللي أه. جايبين السيد السوداني نعم 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 اثارت حفيظه الاطار او بعض قيادات الاطار واللي انزعجت من هذا الموضوع بشكل كبير جدا وقالت بالحرف الواحد ان الاطار التنسيق لا يريد للسيد السوداني نجاح مطلق من الممكن ان يكون نجاح محدد او محدود وعلى هذا الاساس عمليه الصعود بدات بالارتفاع شيئا فشيئا نعم. زين فاعتقد انه هذا فأعتقد الموضوع تقصد الهجوم ضده لا عمليه صعودة هو لا بس تقصد الهجوم الهجوم, الهجوم, الهجوم ب... ها شنو اللي صار انه الاخرين استخدموا كل ادواتهم نعم. استخدموا كل ادواتهم من اجل ايقاف حاله النجاح المتحققه لدى السيد السوداني نعم. فاثيرت هذه الملف